السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال كان بيقول ما بعرفش حاجة عن الواقع والبرامج، برضه ما اتعلمتهاش، مش عارف شغل المكاتب هيكون ازاي وايه المفروض اتعلمه. فاحنا جاوبنا جواب بسيط خالص، ان الواحد لازم يبدأ يشوف الشركات طالبة ايه ويبدأ يتعلمه، يعني يبدأ يشوف الاعلانات اللي موجودة اليومين دول اكتر حاجة مشتركة. تمام، يعني ممكن يكون في برنامج مثلا طالب برنامج اسمه مثلا إليفانت، تمام، فالإلفنت ده مكرر كذا مرة ولا هو يعني مكتب واحد؟ تمام، لأن أنا لما هتعلم البرنامج هياخد وقت، هيكون الإعلان ده خلص، فأنا بدور على الحاجة اللي موجودة مشتركة بين الشركات. يعني لقيت الشركات كلها طالبة مثلا ريفيت أو طالبة 3 دي ماكس أو، فأبدأ أشوف سوق العمل وأبدأ إن أنا أتعلم الحاجة دي. طيب، فتكملة للسؤال إن شاء الله وربنا يعين عليه، فعلا لازم اشوف متطلبات سوق العمل وعلى اساس كده هشوف هشتغل في ايه وايه المفروض اللي اتعلمه. تقريبا سوق العمل بيكون طالب 60% مهندس موقع و30% مكتب فني وتقريبا 5% مهندس تصميم. ف لو حد هيشتغل تصميم الاحصائيه دي مش تبعي، لازم ينافس. انا بتكلم بقى لو احصائيه صحيحه، مهندس تصميم لازم تنافس ولازم يبقى عندك المهارات اللازمه لكده، ولازم يكون مش سوفت وير بس، لا ده انت بتتعلم افكار تصميميه، بيكون صممت شويه حاجات وهكذا. تمام، بس انا دلوقتي كمهندسه مش ولد متخرجه من هندسه عماره مش مدني موجوده في مصر، ايه المجال المناسب ليا من اللي قلت فوق؟ في حاجات كتير قوي، في مهندسه ديكور، في مهندسه تصميم، في مهندس، يعني المجال مش محدد بعماره بس، لا في حاجات كتير جدا بتفتح في سوق العمل ما دمت انا في العمارة. في حاجات كتيرة جدا مش واحدة بس، يعني كل نوع من أنواع الهندسة بيبقى معروف حاجة معينة مثلا، إنما في حاجات كتيرة جدا ممكن أدخلها، زي مثلا التصميم الانتريور ديزاين مثلا وهكذا. طيب، ولو أنا مثلا اخترت خلاص مجال وعايز أشتغل فيه، طب إيه المفروض أتعلمه مثلا، برامج أو إيه حاجة تانية؟ ببدأ أشوف الوظيفة دي إيه الحاجة اللي مطلوبة، وأبدأ إن أنا أكتب بعض النقط اللي أنا محتاج إن أنا أدور عليها، وبعد كده بدخل على اليوتيوب هنشوفها مع بعض دلوقتي إزاي، وبعد كده أشوف برنامج إيه الأول، بعد ما خلاص أتعلم إيه تاني. قبل البرامج أتعلم الفكرة نفسها، مش عايز تبص الكورسات والدورات دي وهو دافع فلوس وضيع وقت على الفاضي، أسف على الإطالة. طيب، خلينا نفتح مثلا اليوتيوب أهوت، وأول حاجة هعملها هكتب مثلا دورة تصميم معماري. أو دورة تصميم انتريور ديزاين مثلا، أنا واثق إن أنت هتلاقي كتير جدا جدا جدا. تمام، نسيبنا من المحاضرات ونركز على الحاجات اللي هي بتبقى زي سلاسل. ليه المحاضرة تاخد كلمة من هنا وكلمة من هنا؟ لأ إحنا عايزين سلسلة كاملة بلاي ليست. تمام، أهو تبدأ بقى تشوف إيه الفرق بينهم، او تشوف المقارنات، تبدا تسمع محاضره مثلا من كل واحد فيهم، مجرد بس تشوف اني واحده فيهم اللي انت حاسس انها قريبه وانها استفدت منها. تمام، في ناس كتير بتبقى المحاضرات بعيدة عن الاهتمام بتاعي، هو مثلا مش مركز فيها ومش منظمها، فانا مثلا المحاضره بشوف هل هو فعلا هو ده اللي انا عايزه ولا لا، لو هو بروح مكمل السلاسل. تمام، يعني مثلا ممكن امسك مثلا ديت وافتحها وابدا اشوف اول الشرح بتاعه عامل ازاي وهكذا. ده ما فيش ان انا اروح افحص مركز، لو سالت اسال بقى فيسبوك افضل مركز في المنطقه اللي انا فيها، انا ممكن مثلا اقول اسم المركز هو موجود مثلا في اسكندريه وحضرتك موجوده في القاهره او في اي مكان تاني، فلازم في المنطقه اللي انا عايش فيها قريب مني، او دلوقتي ممكن متاح الاونلاين في اماكن كتيره كويسه جدا بتدي اونلاين وبتدي في المركز، فتبدا تحاول ان انت تتواصل معاهم وتروح تحضر. ميزة الحضور عن الفيديوهات اللي على اليوتيوب إن بيبقى فيه لقاء مباشر مع المحاضر، ممكن وأنا بتعلم مثلا في حاجة مش فاهمها، مش فاهم جت منين، أو الراجل قالها بسرعة، أو مثلا بيشرح برنامج إصدار قديم وأنا عندي إصدار أحدث فالحاجة مش في مكانها، أو هو بيشرح نظرية معينة وبيشرح أمثلة كفاية، أو في خطأ مثلا في الشرح فأنا ممكن أسأله. فاللقاء المباشر طبعا بيبقى ممتاز جدا لو متوفر. بس حتى لو انا هروح لقاء مباشر بحاول اتفرج على سلسله فيديوهات كامله، بحيث ايه وانا رايح فاهم، عندي خلفيه عن اللي هو بيقوله، وفي حاجات واجهتني اسئله، انما لو رايح وانا مش محضر
ممكن الكورس يخلص وانا ما لقيتش الاسئله اللي اسالها، فبعد ما يخلص الكورس اجي اسال مش حد اساله. تمام؟ ف لا، احاول ان انا اكون محضر الاسئله قبل ما اروح، او ان انا طبقت حاجات وما نفعتش فاروح اساله فيها وهكذا، عشان اسهل عليه وتبقى الدوره مثمره واستفاد منها قدر الامكان.